لذلك أنا أقول إنه من مصلحة، يعني واحدة من الحلول المعقولة والمنطقية، أنه لما صدام حسين تحول إلى وحش كاسر ويحول أموال النفط إلى حروب، إجا المجتمع الدولي خلع الحصار على العراق وسيطر على الوضع الأموال العراقية قيد العقوبات، وبدأت أمريكا والمجتمع الدولي يأخذون من عندنا نفط يطلوننا تمن وطحين وشكر ودول. العراق، أرجوك لا تستغرب هذا الكلام، أنا قاعد في بريطانيا أجلس مع ناس ينظرون للقرارات والسياسات الدولية، مو مثل قاعدين يعني بالعراق وما يدرون ايش جاي يصير بالكرة الأرضية. أنا أقول لك هذه السنة تحدي إلى شهر 12، حكومة السيد السوداني أمام إما أن تضع حد لسياسات الإنفاق اللي هي منظمة ومصممة مثل ما قال أستاذنا الدعمي بالضبط لنهب أموال العراقيين مو لبناء بلدهم. هسه أنت يا شيخ غيث، بس خلنا أكمل الجملة. نعم. إما أن يذهب بهذا الاتجاه أو أن السيد السوداني سيغرق العراق بعقوبات دولية ستشمل 1/1 ندخل 2025، سيعاقب البنك المركزي العراقي وتعاقب وزارة المالية العراقية ويعاقب مصرف الرافدين ويعاقب مصرف الراشيد ويعاقب التي بي آي وتعاقب وزارة هذه المالية. معلومة لو استنتاج. أنا أقول معلومات تعرفها الحكومة العراقية وأبلغت بها ومعلنة رسميا من الخزانة الأمريكية. أي. هذه المسألة أن تستمر أموالك ما تريد تصرفها على جهالك أنت حر، بس تطيع العصابة شيء يقتلون ولد الجيران، الجيران ما يسكتون لك. طيب يا شيخ غيث.